السلام عليكم. الان غادي ندوزو لطريقه اخذ المقاسات على الجلابه على الكليانه. سمحوا لي حيت ما كاينش على ما نشد القياس، ولكن عملت واحد المكانه ولا الجلابه الاساس باش نوريكم الطريقه الصحيحه. اول حاجه كنبداوها في القياسات وهي الكتف. بالنسبه للكتف دائما كنمشيو واحد العظمه، واحد العظم هنا كيكون في الكتف. ها فاينه هاد العظم هنايا، حتى كاين اللي كتكون عندها مثلا الكتف طايح وكيكون عندها اللحم هنا ما كيبانلاش ديك العظمه. هتحرك هنا اليد هيبان لك هاد العظم هذا، من الحد ديال هاد العظم من لهنا غادي نبداو نشدو القياس ديال الكتف. يعني الكتف هيكون من هاد العظم اللي هنا لهاد العظم هذا اللي هنايا، هذا هو الكتف. فليش عندكم ورقه وستيلو تسجلوا. هذا هو الكتف ديال الجلابه، من هاد العظم هذا لهاد العظم كنشدو الكتف. كنمشيو ثاني حاجه لدوره الصدر. دوره الصدر كنجيو لهنا كنخرجوا هاد الكم هذا، ماشي بالجلابه، انا كنهضر على الكليانه. يعني الكليانه يكون اليد ديالها، غنجيو تحت اليد هذا، يد واحد غادي نخليوه باش تكون الطريقه صحيحه بالنسبه للمبتدئات فقط. انا كنهضر على المبتدئات، كنولي نكررها. كنخليو هاد الدراع ديال الدا، وكنمشيو غير دراع واحد هذا كنحيدو، كندوزو الشريط ديال العبار ديال السنتيم على الثدي، وكنخليوه شويه كاين شويه الاراحيه شويه ديال الرخبه، كنشدوه مع الدرع هذا. هذا بالنسبه لقياس الصدر. كنجيو لقياس الحزام. قياس الحزام نفس الشكل، كنمشيو للمنطقه اللي هنايا كتكون ناقصه شويه. يعني كاينه بالنسبه للطايل كتكون عندها الكرش، كتكون عندها البلاصه هو داك الجسم ديالها هو النيشان، ماشي مشكله. كنجيو لهنا من الثدي الحزام كنهبطو مثلا بشي 15 سنتيم مثلا، كنجيو البلاصه اللي ناقصه هنايا ونفس الشكل، كنخليو الدرع اليد داخل. هذا بالنسبه للمبتدئات. كنسجلو، نتمنى تكونوا شديو عارف السيلو باش تفهموا معايا مزيان. هنا هذه منطقه الحزام. منطقه الحوض كنمشيو لاعلى الاوسع منطقه في الحوض. هنايا كنمشيو لاعلى منطقه في الحوض، مع ذلك هي كذلك كنهبطو كنخليو الدراع ديال اليد داخل هنايا هكايا، ناس الدراع ديال اليد داخل هكايا باش كتكون جلابه شويه مفخخه، ماشي لاصعه على اللحم. هذيك ماشي جلابه، يعني كتجي صعوبه في اللباس، صعوبه باش تحيدها. هذه هي الجلابه المغربيه. كنخليو شويه الدراع هكايا كما قلت لكم، كنديرو هكا الصبعين ديال الكليانه هكا، كنشدو العبار ديال الحوض. شدينا الصدر، شدينا الحزام، وشدينا الحوض، غادي نمشيو لارتفاع التركيز. ارتفاع التركيز كيف ما كتشوفوا، كنجيو من لهنا من اعلى نقطه من الكتف هاد البلاصه هادي. شوفوا واش كتبان لكم هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي ديال اعلى نقطه في الكتف، كنشدو مع الثدي نيشان. هنا كيكون ارتفاع التركيز، هنايا ارتفاع الحوض او ارتفاع الحوض. غالبا كنهبطو من الحزام الحوض 20، ولكن اللي بغات قياسة مضبوطة كتشد من لهنا لحد هنا، غالبا كيكون 60 و60. هادي ستوندار كيكون هفينة. هذا بالنسبة لقياس الحوض. كنمشيو الطول الكامل. الطول الكامل كنشدو من هاد المكان نفسه اللي عطيت لكم، هاد المكان هاد البلاصة هادي اعلى نقطة في الكتف، كنصورها بيدي سمحوا لي. هاد اعلى نقطة في الكتف كنشدوها للطول اللي بغات الزبونة او اللي غادي نخيطو لها الجلابة. هادي الطول كامل، وكندوزو على الثدي، كدوز على الثدي هنايا. هادي هذا هو الطول الكامل. من بعد كنشدو الذراع. بالنسبه للذراع كتكون عندنا مثلا كليانه كندور السنتيم هكا عليها على كيفاش بغات هي. كندوزو السنتيم هنايا، شوف واش كيبان لكم شويه، ها هو
من هنا بالنسبه للذراع، بالنسبه للذراع هنا كيف كتشوفوا كندور السنتيم هنا، هذه هي دوره الذراع، عرض الذراع او دوره الذراع. كنمشيو لهنا فم الكم، هنا كنشدو دوره فم الكم، يعني مش كنشدو العبار هنايا، هو هذا، هذا بالنسبه للقياس ديال الجلابه. كنشدو الكتف، دوره الصدر، دوره الحزام، دوره الحوض، ارتفاع التركيز، ارتفاع الحوض، دوره الذراع، فم الكم، وطول الكم. طول الكم كنشدو من هاد العظمه هادي الى فين بغات الزبونه طول الكم، غالبا كيكون هنا. الجلابه عمرنا ما نشدو الكم عامل هكا، دائما الكم داير هكايا شويه شويه مايل، شويه مايل هكايا، يعني كنشدو من الكتف الكم كنفوتو هنا هاد العظمه هادي، هذا هو طول الكم، طول الكم بالنسبه للجلابه. والطول كامل كنفهمتوه كنبداو من هنا كندورو على الثدي ونشوفو الطول ديال الجلابه فين هو كاين. هذه بالنسبه للقياسات ديال الجلابه. السلام عليكم. هان دابا من بعد ملي شدينا القياسات هندوزو المرحله الثانيه، وهي كيفاش نتعاملو مع هاد القياسات هذه. بالنسبه للكتف كنشدو لقينا 40، لقينا 40 الكتف كيتقسم على جوج، الكتف كيتقسم على جوج، يعني كتبقى لنا 20. 20 هذا هو القياس اللي غنطبقوه في الباترون او الكورساج، كل واحد شنو كيقول له. بالنسبه للصدر كنقسموه على 4، كتجينا 27.5. بالنسبه للحزام حتى هو على 4، كتجينا 26. الحوض كذلك على 4، كيجينا 30. بالنسبه للطول لقينا 130، كنخليو الطول هو هذاك. بالنسبه للكمام 150 هو هذاك. بالنسبه للقياسات الاخرى كتطبع كما هي، كارتفاع الصدر او ارتفاع الحزام او ارتفاع الحوض هذيك، او دوره الذراع. دوره الذراع كتقسم على جوج. دوره الذراع ما نهضركمش عليها، تقسم على جوج اللي كنا نديرو باترون مقسوم على جوج نصف ديال الكم، اللي كنا نديرو الكم كامل كتجي دوره الذراع كامله. هذيك من بعد نشرح لكم في الباترون ديال الكم. واللي سبق لها وتفرجت بالنسبه للفيديو اللي كنت عملت ديال التطبيق الكم والقب غادي تفهم. هادو هما القياسات اللي هنطبقوهم بالنسبه للقياس اللي كنعملوا عليهم الاسماء. الكتف على جوج، الصدر على 4، الحزام على 4، والحوض على 4. انا هنصور لكم وهنخليها لكم في الاخر ديال الفيديو تشوفوها ان شاء الله.